شروق فؤاد احد نجمات النادي الاهلي، مبروك طبعا يا شروق، بطوله مهمه وبطوله قويه، حابه تقولي ايه بعد التتويج النهارده بالبطوله؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. اولا يعني تاني حاجه، هي البطوله اصلا تتحسب لجماهير النادي الاهلي، من غيرهم ما كانتش النتيجه هتطلع بالسهوله دي يعني، وهم اصلا من اول البطوله وهم مساندينا في كل حاجه، فبعد البطوله دي ليهم والجهاز الفني طبعا وفرقتنا كلنا تعبنا والله الحمد لله يعني. خليني كمان، انت حملتوا على نفسكم بشكل كبير، كان لعيبه عندها اصابات ولعيبه عندها بعض الاجهادات، ازاي قدرتوا تتحملوا على نفسكم؟ احنا كلنا والله عندنا اصابات، كله بيشتكي من حاجات يعني عنده في جسمه، بس احنا ما عندناش يعني اللي هو عندنا اصابه فان احنا نقعد، لا خالص، احنا بنأهل على طول جلسات دايما يعني، الحمد لله يعني بنيجي على نفسنا عشان خاطر الجمهور النادي الاهلي. تقولي لجمهور النادي الاهلي بهتلم البطوله دي يعني، هي دي احسن حاجه ليهم بصراحه.